جاد بدي لك مبروك. تعذبت اليوم امام فريق الحكمه بس كره السله بالنهايه هي الربحان اليوم لانه المستوى كان رائع جدا. شو رايك بهيدي المباراه اليوم؟ مباراتكم كثير حلوه، الفريقين قاتلوا للماكسيموم، كنا عارفين حتكون صعب، ما في تلعب قدامها. لا الله اليوم على حيدر لحقنا. سوري كوتش قال لك. اهم شيء خلصنا اول خمس جيمات بربح. فريق الحكمة فريق كتير كبير عم يتطور من جيم لجيم، نحن نفس الشيء اليوم طابتنا صارت عم تبرم اكثر، عم نعرف شو عم نلعب اكبر. جيمي سالم اوتستاندينج اليوم. جيمي سالم جون عاصي، احمد ابراهيم، كلهم كانوا قاتلين، كلهم بدون استثناء. جاد دفاعيا كان مخيف، علي اسم الله عليه اوف ذا بنش، كل واحد فات عمل شغله. بدنا نكمل هيك الحمد لله، الله يبعث لي اصابات. هلا وقت المنتخب، هيدا بدي اقول لك مين بفريقك، بنعرف فريقك، مين عجبك بفريق الحكم اليوم؟ يعني عزيز قدم مباراه كثير كبيره، كريستوفر اسيست لعلي مزهر، علي مزهر، فريق كامل متكامل. وقت المنتخب هلا صار، بكره حنبلش تمرين. بدي اهدي هذا الربح لرئيس النادي فيصل العاوي اللي هو بدبي، عم يتلقى كثير اذا بدك هيك شويه محاربه سوشيال ميديا خبريه، بارت اوف ذا جيم. لكن الشغل يلي عم يعمل بالباسكتبول اليوم، هذا الجو كله موجود لانه فريق الدينامو اليوم عم ينافس. يمكن هاي الكلمه اللي قالها لما قال سجل exactly. التاريخ عارف شو بده، عارف انه بدنا نلعب فول هاوس. سو هيدا الشيء اللي بدنا اياه اليوم يصير. بعد في بعد الويندو مباريات بين اربع فرق اليوم، بعد الويندو في مباريات مخيفه حتشوف هيدا الجو، لانه الليج رجعت للتوب والحمد لله. هذا كنا ناطرينه من سنتين. انا بدي اقول لك مبروك. هلا بعرف انت يعني مساعد المدرب جون جاسي كان عم يتابع الجيم اليوم بالملعب، عندكم شغل كبير، بتمنى لكم التوفيق امام منتخب اندونيسيا. نكملوا المشوار بانجح طريقه ممكنه ونقدر نتاهل هالمره ان شاء الله. هذا الحلم وهذا التارجت، رح نشتغل ليل نهار ان شاء الله. التارجت كاس العالم، وعندكم لاعبين فاتوا بجو البطوله يعني بيرفكت تايمينج، خمس مباريات بيرفكت تايمينج، كل الشباب جاهزه والحمد لله ما عندنا اصابات، وان شاء الله بنكمل هيك. وبرات لبنان بيلتحقوا فينا قريبا، بنكون فول تيم ان شاء الله. مبروك اذا كوتش جاد. بدي